شفت لك أكثر من لقاء. أيه. والكل يتساءل سر الغياب المفاجئ، أحمد بقمة النجاح اختفى فترة، الآن رجع مرة ثانية وانطلق من جديد. الفترة هذا الغياب إلى الآن والله يا أحمد ما أحد أخذ إجابة شافية. ممكن تشفي لنا الإجابة؟ والله هي بسيطة معناتها، ما فهمنيش برشا تفلسف فيها. قررت باش نكون عائلة، باش نتزوج معناتها. وفي الفترات الأولى متاع الزواج حسيت إنه ما نجمش نوفق بين الفن وبين الزواج، دونك اخترت إنه الحب يعني هو اللي بعده؟ بيان سور. الله. لا ما بصليش يا عم انت. لا لا والله على فكره اكثر واحد هيك كان مشجعني في علاقتي انا ويمير زي ما كنت صغير. كنت صغير ما تزوجت صغير ما كان عارف غير رايي دلوقتي. الراجل تبقى لوحدك الان ما شاء الله رجعت. لا يا محمد لا لا مش صحيح، قررت ترجع الان. يعني هي الاشكاليه تعرف فين ولا هو المكان اللي كنت نخدم فيه؟ معناتها انا كنت عايش في تونس والعمل كان في لبنان، دونك البعد هذا وتعرف في دومين الفن مش خدمة يعني شهر ولا نص شهر ولا ثلاثة أسابيع، دونك تحب لك يعني ست سبعة أشهر. حسيت روحي ما نجم معناتها مش نظلم العائلة، دونك للسبب هذا اخترت اللي أنا نبعد على الفن، ومن بعد وقت اللي ربي سهل إن شاء الله نرجع للفن.